مسلسل سايلو ادابتاسيون تحويل تلفازي الجزء الاول من روايه سايلو من تاليف الكاتب الامريكي هيوغ هوي في 2012. هو من نوع الخيال العلمي بوست ابوكاليبتيك اللي كتعني ما بعد نهايه العالم. ديجا درت واحد لا فيديو خاصه بافلام نهايه العالم، نخلي له ليان بالنسبه اللي تيهمو الامر في صندوق الوصف. حدث المسلسل واقعين في واحد المستقبل ما محددش، واللي ولات فيه الحياه على سطح الارض مستحيله بسبب شي كارثه اللي وقعت من قبل واللي داير بها الغموض. والنجات اللي بقاو اللي هما 10000 واحد ساكنين في سايلو، واللي هي بنايه عملاقه فيها 144 ايطاج مدفونين تحت الارض، بحال شي مدينه تحت الارض ساكنين فيها الناس وعايشين في واحد المجتمع فيه نظام ديستوبي. المسؤولين والطبقة الحاكمة ساكنين الفوق وعايشين بخير، وما حد كتا تنزل لتحت ديال سايلو والقضية كتحماض، والتحت كاع كاينة طبقة العمال اللي مكرفسين بالنسبة لأغلبية السكان ديال سايلو، واخا هما اللي مكلفين بالمواكن والآلات اللي مخليين الحياة تكون في هذا العالم المدفون، والأغلبية الناس ما عارفين والو على شنو وقع من قبل، والمسؤولين كاتمين السر وما مخليين حتى شي واحد يخرج من سايلو، تيقولوا لهم اللي خرج غيموت لحقاش الحياة ولات مستحيلة على سطح الأرض كيف قلت في الأول. الشريف اللي كيلعب الدور ديالو ديفيد اورو غادي تموت ليه مراتو في واحد الظروف غريبه من مورا ما بغات تخرج من سايلو، وغيبدا لونكيت ديالو اللي غادي يفهم من خلالها بلا كاينه شي مؤامره فيها الخواض وبلا المسؤولين مخبين على الناس شي مسائل. في نفس الوقت واحد العامل غادي يلقى واحد الديسك دور اللي يقدر يشرح الماضي باش الناس يقدروا يفهموا الحاضر ديالهم، وهذا الشيء ماشي في صالح المسؤولين اللي باغيين يخليو الناس في الظلام ما فاهمين والو غير عايشين. من بعد جوليت اللي كتلعب الدور ديالها ريبيكا فيرغسون واللي هي خبيره في لا مانتونونس دي ماشين، الاعتناء بالالات والمواكن، والصديقه ديال العامل اللي لقى الديسك دور، غادي تلقى راسها في المشاكل وملي غادي تبغي تعرف شنو تيخبي الديسك دور. وبطبيعه الحال القصه غادي تتعنكش وتمشي بينا بعيد. هذا المسلسل زوين ويستاهل المشاهده، القصه محبوكه بواحد الطريقه ذكيه، والكاستينغ والاداره الفنيه رائعه، ويلا سال الموسم الاول اللي فيه 10 الحلقات وغادي يكملوا من بعد لحقاش القصه مازال فيها ما يتاع. المهم هذا ما كان، شكرا بزاف على المشاهده وتهلاو فريوسكم وحتى نتقاشعوا من بعد.